عشر شوطا خاصة بالحول والزمول لأصحاب السمو الشيوخ. نقل حي وباشر عبر قناة ياس الرياضية، وأيضا لمسات المخرج الهواري وطلعت له التحية، وتواصل جميل مشاهدينا من خلال هذا اليوم الذي كان حافلا بالإنجازات وحافلا بمشاهدي الأعزاء بظهور، والآن في هذه اللحظات ظهور التوقيت الأفضل على الشاشة كما نتابع 9:31 خمسة أجزاء من الثانية هي الشاهينية راهية أول انطلاقة في هذا اليوم من إجن الرياسة بقيادة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. مشاهدينا في كل مكان نتابع معكم الشوط والمركز الأول. التي وصلت الآن واحتلت المركز الأول والصدارة شوق لسمو الشيخ زايد من المر المكتوم المكتوم، وحمد بن علي العويسي مضمر النجوم الخمس والشاعر يتقدم الآن في هذا الشوط الختام. والمركز الثاني مباشرة نرى هناك والتواصل، وكما نتابع هناك دخول من الشعار العناوي الآخر مشاهدينا ليتقدم شعار، وهنا أيضا شعار سمو الشيخ محمد بن المر المكتوم المكتوم الذي تقدم في هذه اللحظات مع انطلاقة مشاهدينا الأعزاء أمجاد والمضمر سعيد بن عبيد. السبوسي نعم من يتقدم هذا الشعار في المركز الثاني. النقلة القادمة والدخول كما نتابع وصول من الشاهينية من هجن الرياسة محمد بن عتيق بن زيتون دافع بالمركز الثاني والثالث، وحيث تدخل آخر في المركز الخامس من هجن الرياسة الآخر بمشاركة هملولة يغودها علي بن يميل الوهيبي الظافر، بينما يأتي الشعار العناوي من عمق الميدان ليتواجد كالعادة بقوة مشاهدي الأعزاء مع انطلاقة العين بقيادة الزعيم محفوظ بن خميس الجنيبي. هذه الخمسة أو الخمسة مراكز المتقدمة. ننتقل وياكم إلى المركز السادس. السادة التي وصلت الآن واحتلت المركز السادس هي مشكورة مشاهدي الأعزاء من هجن الرياسة يقودها أيضا الظافر بن يميل علي، بينما المركز السابع وصلت هناك أقوى التي وصلت لسمو الشيخ حمدان بن راشد سعيد المكتوم خالد بن المر بن حلوة من يقود هذا الشعار ويتقدم مرافقا مع شعار سمو الشيخ حمدان. هنا وصول المركز الثامن والدخول الآخر من قبل التي وصلت مشاهدينا الشهامة لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد الهيان، هناك يتقدم مرافقا بو خليفة جمعة بن عتيق مع هذا الشعار الجميل. المركز اللي قادم والمركز التاسع، التاسعة التي وصلت الغزيل لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم يقودها طارش بن مبارك بالكوبة أبو بصي مضمر الشرق الأوسط متواجد بالخبرة المتراكمة. مشاهدينا هنا الدور المركز العاشر والتي وصلت خطيرة لهجن الرياسة وعلي بن يميل الظافر يقودها مشاهدينا متابعا مونا الظافر أيضا بأكثر من عتاد له التحية بالجمايل مشاهدينا في مشاركات أيضا هنا هجن الرياسة والشعار الأحمر الخطر. نعود ونتابع مشاهدينا كما تابعنا هذه الأشواط نتابع معكم أين تذهب هذه النقطة الأخرى مشاهدي الأعزاء أقرب للشعار الأحمر الذي دائما يمر ويعبر، والآن عبر في هذه اللحظات على ظهر هملولة من هجن الرياسة يقودها الظافر أبو سعيد هنا أبو الجمايل. مشاهدينا دائما مشاهدي الأعزاء منجمل مع هذا الشعار أبو سعيد. المركز الثاني، المركز الثاني أمجاد بكل أمجاد وبكل فخر مشاهدي الأعزاء والملكية لسمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوم يقودها مشاهدي الأعزاء. هناك مشاهدي الأعزاء السبوسي مشاهدينا يتقدم مع سعيد السبوسي سعيد بن عبيد السبوسي. نعود للمركز الثالث، الثالث وصلت العين، وصلت العين بشعار عناوي آخر ما شاء الله، الشعار الذي يتقدم بقوة شعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن
زايد آل نهيان محفوظ من خميس الجنيبي يا أبو ناصر. الله، وصلت الشاهينية، تسللت من المركز الخامس للرابع. هنا مشاهدينا بإشعار هجة الرياسة المجازف متواجد أبو سعيد كما تواجد دائما في المراكز المتقدمة. وصلت الأخرى وكما نتابع أقوى ما شاء الله. هنا وصلت في هذه اللحظات وغيرت مشكورة، مشكورة من هجة الرياسة يقود علي بن جميل اللي في المركز السادس، اللي في المركز الرابع، الآن غيرت الخامس، الرابع والخامس، ما شاء الله. وصلت الأخرى، ما شاء الله، وصلت هملولة أخرى قادمة وتتقدم بنفس الشعار ونفس المضمر أبو الجمايل أبو سعيد. وصل العناوي، وصل شعار هناك قادم بقوة، ما شاء الله، يتقدم شعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان. ها هنا مشاهدي الأعزاء، العين الأخرى محفوظ من خميس الجنيبي يتقدم أبو ناصر. هنا مشاهدينا وصل شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم يتقدم مرة أخرى بمشاركة أقوى ما شاء الله، وخالد بن حلوة. الله، ولكن حد شاف ما شاء الله، حد شاف المقدمة ما شاء الله، قولوا ما شاء الله وتبارك الرحمن. هنا الله، الكيلو الأخير، الكيلو الأخير، اتحركت اتحركت واندفعت وغادرت بالشوط كما نتابعها. هذه هي هملولة، هملولة في المقدمة، غادرت بشعار هجة الرياسة وعلي بن يميل. وصلت، وصلت أمجاد، وصلت أمجاد لسمو الشيخ محمد بن المرمي مكتوم المكتوم، وصلت بقوة. الآن أيضا وصلت، الكل وصل الآن لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، الكل وصل. الله على الشوط، الله على الحرارة، الله على الانتقال، شوفوا الأداء، شوفوا الركض التلقائي، شوفوا ما شاء الله وتبارك الرحمن. شوفوا هنا هملولة بدأت تقترب، بدأت تقود الشوط كالعادة. الله الله الله، وصل شعار سمو الشيخ محمد المر بمكتوم المكتوم، بدأت توصل بقوة. والآن من الجانب الآخر لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان أبو ناصر، وهنا الظافر، وهناك الشاعر. وصل سمو الشيخ، وصل شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، بدأ يتسلل، بدأ ينطلق. الله الله، يا سلام يا سلام، شوفوا 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 المقدمة، شوفوا مملكة ليبل مر بن حلوة يقودها. ولكن العين، العين 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 ومملكة، العين ومملكة، العين ومملكة، يا من له الناموس، يا من له الفوز، الفوز لمن، الفوز لمن، العين 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 ومملكة، العين العين العين. دار الزين، تهانينا لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان. شكرا الزعيم محفوظ بن خميس الجنيبي، والله يقول الحق، مملكة بكل معنى الكلمة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. مشاهدينا، ولنا عودة مع المخرج أيضا نتأكد من النتيجة النهائية. أما المركز الثالث كانت ايضا متواجده مشاهدينا هملولة من هجة الرياسه، ولكن شوفوا الاعاده، شكرا في الاعاده افاده، شكرا هواري. اللحظات الاخيره في الفوتو فينش، وين تشوفون يا اخوان شمع؟ نشوف الحركه البطيئه، والان التوقيت على كل حال 9 دقائق 45 6 اجزاء. العين والله المملكه يا شباب، العين مملكه في الفوتو فينش، العين مملكه، والله النتيجه قويه يا شباب. تهانينا لهم الاثنين على كل حال، بالعين لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد، ومملكة لسمو الشيخ حمدان بن راشد، هناك بن حلوة، وهنا أيضا مشاهدي الأعزاء أيضا من يقود، هناك محفوظ لهم التحية بنفس التوقيت. وصلتنا النتيجة أيضا النهائية، مملكة بعدما وصلتنا النتيجة من كاميرا وخط النهاية ولجنة خط النهاية. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، وتحية خاصة لأيضا خالد بن مر بن حلوة، خلها دائما حلوة يا بن حلوة، لك التحية. المركز الثاني كانت أيضا أداء جميل، وصلت في العين لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد الهيان مع محفوظ بن خميس الجنيبي. المركز الثالث، هناك 9 دقائق 47 خمسة أجزاء من الثانية. تهانينا أيضا بفوز، محمد بن المر بن مكتوم المكتوم. شكرا لسعيد السبوسي على هذا الانجاز مشاهدينا في كل مكان.